السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة تانية في كورس الـ MCSE Private Cloud. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على System Center Virtual Machine Manager 2012. هنتكلم على مقدمة بسيطة ليه، وبعد كده هنتعلم ازاي هنسطبه. أول حاجة اللي هو Virtual Machine Manager بنستخدمه علشان نعمل بيه Configuration ومانج للـ Virtualization Host و Network و Storage. يعني هو بيعمل مانج من اسمه مانجر لأي حاجة عندك فيها فيرشواليزيشن، عشان اسمه فيرشوال ماشين، سواء بقى كان عندك نتورك وهوست ستورج. وده بيتيح لك اللي انت بتعمل كرييت ديبلوي للفيرشوال ماشين وسيرفيسز وبرايفت كلاود. احنا عندنا ثلاث انواع بنتعامل معاهم، اللي هي اول حاجة اللي هي الفيرشوال ماشين اللي هي المكنة العادية لوحدها، سيرفيسز اللي هي زي ما احنا قلنا في سوفتوير از سيرفيس وانفراستراكشر از سيرفيس وبلاتفورم از سيرفيس. فالسيرفيس اللي هي بتتيح ليك اللي انت يعني بعد ما عملت الفيرتشوال ماشين هتقدم فيرتشوال ماشين عليها برنامج، وممكن يكونوا كذا فيرتشوال ماشين مع بعض عامل لهم لود بالانس. البرايفت كلاود اللي هي كفابريك، احنا قلنا الفابريك المقصود بيها اللي هي الاجهزه الفيزيكال الحقيقيه بتاعه البرايفت كلاود. ف بتاعت يعني اجهزه حقيقيه محدده اللي حبت يعني محدده لتعامل الناس معينه. فانت برضو ممكن تعمل منه كونفيجريشن للبرايفت كلاود، وهنشوف كل الكلام ده هيوضح ان شاء الله لما نبتدي نشتغل عليه. الفيرتشوال ماشين مانجر بيوفر يعني بيقدم عده مزايا، منها بيشتغل على مالتي هوست. يعني انت ممكن من كونسول واحد اللي هو الجهاز اللي انت تسطب عليه في ام ام تتعامل مع الهوست، قلنا اللي هو الجهاز اللي انت اللي هو الفيزيكال اللي هتستضيف عليه الفيرتشوال ماشين. فانت ممكن تتحكم في كذا جهاز هوست من كونسول واحد. مالتي فيندور في ام ام سبورت. الفي ام ام بيدعم اللي هو قلنا الهايبر في بتاع مايكروسوفت، ويدعم في ام وير اي اس اكس، وبيدعم سيتريكس زين سيرفر. انتليجنت بليسمنت، لما نيجي نحط الفيرتشوال ماشين بتاعتنا، لما اخترنا كرييت ونقول له عاوزين بقى نعمل دوبلي للفيرتشوال ماشين بتاعتك، فهو مثلا لو انت عندك اتنين هوست هيعمل تقييم للهوست الاولاني وتقييم للهوست الثاني، ويطلعهم لك يعني تقرير عنهم. مثلا الهوست الاولاني يقول لك انا مديك 4 من 5 علشان هو في 3 بروسيسور وفي 20 جيجا رامات وفي 50 جيجا هارد ديسك، والتاني هديك 5 من 5 عشان في 4 بروسيسور وفي 60 جيجا رامات وفي 1 تيرا هارد ديسك. فهو بيدي لك يعني بيرشح لك يحط لك على الهوست ان هو علشان يعني على حسب التقييم، يعني بيحط لك تقييم للهوست هتختار منه. برو اللي هي بيرفورمانس بعد كده اللي هي البرو اللي هي بيرفورمانس اند ريسورس اوبتمايزيشن، ديت يعني متعلقه اللي هو بالميجريشن بتاع الفيرتشوال ماشين. انت عندك اتنين هوست شغالين، وعندك الهوست ده الاولاني ابتدى اللي هو يعني يبقى الريسبونس بتاعه قليل، ابتدى في فيرتشوال ماشين جديده اتفتحت على الهوست ده فقلت الرامات، فالاوبريتنج سيستم بتاع الهوست ما عادش قادر يشتغل. فانت بتنقل الفيرتشوال ماشين من هوست لهوست تاني عشان تديله مساحه يعرف يشتغل فيها. تاني حاجه برضو للبرو اللي هو احنا بنراقب مثلا الابلكيشن منزلينه بنتعامل معاه اليوزر، فاحنا بنراقب الابلكيشن ده عن طريق الاوبريشن مانجر. فلما الابلكيشن ده يبطئ ولا عليه ضغط كتير فعشان كده الريسبونس بتاعه بقى اقل، فالاوبريشن مانجر ممكن يعني يبلغ الفيرتشوال ماشين مانجر اللي هو الفي ام ام، فالفي ام ام بتاعنا ده يعمل دبلوي لمكنه جديده عليها نفس الابلكيشن علشان تخفف الضغط عليه. برضه بيقدم لنا خدمه اللي هو بيحول المكنه الفيزيكال يحولها لك للفيرتشوال. في برضه بيدعم سيرفر ابلكيشن في اللي هو الابلكيشن في زي في ام وير سين ابلكيشن
زي الابليكيشن في بس مش السيرفر اللي هو بتاع مايكروسوفت. فكرته اللي هو بيقدم لك برنامج بورتابل، يعني زي البرامج البورتابل اللي انت تقدر تنقله على سيرفر، من سيرفر لسيرفر. الميزة هنا لما هنتعامل مع اللي هو ابليكيشن في ده، انت سطبت ابليكيشن على مكنة، ده الابليكيشن او سطبته على مكنة، فانت ميزة البورتابل انت بتقدر تاخده وتوديه على مكنة تانية. فاحنا هناخد الابليكيشن في ده ونستضيفه عندنا هنا في مكان مثلا، لسه ما نعرفش هو ايه المكان ده، هنعرفه كمان شوية. وعندنا ال VHD احنا مستضيفينه برضو في مكان. فدلوقتي لما حد يحب يعمل ديبلوي لمكان عليها السيستم بتاع ال VHD بس، فنقدر مثلا دلوقتي عندنا ده. في حد تاني عاوز يعمل على مكنة ال VHD والابليكيشن، فهنعمل ال VHD وهنعمل الابليكيشن. فبدل ما نعمل نسخة تانية VHD كاملة عليها ال عليها الاوبريتنج سيستم وعليها الابليكيشن، لا احنا عندنا نسخه في اتش دي واحده عليها الاوبريتنج سيستم، ولما نحب ننزل الابليكيشن بعد كده بننزله كاضافه. فده وفر لك مساحه وعمل ومانج اسهل. اللايف ميجريشن اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، اللي انت بتنقل المكانتين ويحس اليوزر ما يحسش باي انقطاع. ديليجيتد ادمنستريشن اللي انت بتقدر تخلي يوزر معينين تفوضهم اللي هم يعملوا ادمنستريشن، تديهم صلاحيات معينه. بتقدر تتحكم في الكلاود، احنا قلنا هو بيقدر يتحكم في البرايفت كلاود. بتقدر تتحكم في السيرفيسز، قلنا برضه سيرفيسز. والانفراستراكشر اللي هو الفيرتشوال ماشين، النتورك، ستورج ريسورسز اللي هي الفيرتشوالايزد. باور اوبتمايزيشن اللي احنا قلنا انت عندك برضه 2 هوست، والهوست ده الاتنين هوست مش شغالين بالفول فول يوتيلايزيشن بتاعهم، فاحنا بنقدر ننقل المكنه ديت هنا وبحيث نطفي الجهاز ده عشان نوفر الباور. لو جينا اتكلمنا على ال في ام ام اركتكتشر، فهو احنا عندنا اول حاجه اللي هو ال في ام ام سيرفر، ده السيرفر اللي هنتطبع عليه اللي هي السيرفيس بتاعت الفيرتشوال ماشين مانجر. تاني حاجة الـ Virtual Machine Manager ليه database، بيبقى ليه بنخزن عليه database. تالت حاجة بيبقى ليه library. الـ library ديت احنا لما قلنا الـ application لما نيجي نخزنه، فاحنا بنخزنه في library بحيث يكون متاح للـ VMM بعيدا عن أي مكان، يعني بعيدا عن مثلا احنا كنا الـ VHD بنخزنه على مكنة، المكنة دي مقفولة، لا احنا هنخليه متخزن مع الـ VMM يقدر يتحكم فيه بعيد عن اي مكان عشان الظروف، يعني مكان تكون مقفوله وهي شغاله الكلام ده. ال VMM برضه يعني في كذا حاجه بنقدر نعينها فيه، بس هنتكلم عليها في وقتها. الفكره اللي هو معناها كلايبراري، اللي انت بتقدر يعني كمكتبه بتخزن فيها كتب بتقدر تسترجعها وترجعها تاني للمكتبه. فهي ديت برضه حاجه مكان بنجهز فيه حاجات ونقدر نستعيرها ونرجعها تاني والكلام ده. في ام ام ادمنستريشن كونسول، ده اللي احنا الكونسول هنقدر نتعامل بيه بقى مع دي الواجهه بتاعت الفي ام ام اللي احنا بنقدر نتعامل بيها مع السيرفيس اللي احنا نزلناها. تالت حاجه اللي هو في ام ام سيلف سيرفيس بورتال، اللي هو اليوزر بيقدروا ياكسسوا منه عشان ياكسسوا المكان بتاعهم عن طريق اللي هو الفي ام ام ده، سيلف سيرفيس بورتال. هيوضح لما هنتعامل معاه اكتر. هو زي كانك دخلت على الكونسول ده، بس من هنا بنخش عن طريق النت. هو الكونسول لازم نسطبه على المكنه اللي احنا يعني انت عاوز اكسس ال وينتر. انت عندك هنا المكنه ديت اللي هي عليها فيرتشوال في ام ام سيرفر، وعندك هنا مكنه ديت اللي هو اليوزر ديت كلاينت، اللي هو اليوزر عاوز يخش على الفي ام ام علشان يطلب منه يعمل ديبلوي على الهوست. عندك هنا هوست، اليوزر عاوز اكسس الفي ام ام عشان يقول له اعمل لي ديبلوي على الفي ام الفيرتشوال ماشين على الهوست. فانت عشان تاكسس اللي هو الفي ام ام عندك حلين، يا اما هو الكونسول يا اما سيلف سيرفيس بورتال. فالكونسول انت لازم تكون مسطبه هنا عشان تقدر تاكسس. فبدل ما تقعد تسطب من او يعني الكونسول، لا انت ممكن عن طريق الانترنت تكتب الاي بي بتاع السيرفر ده تقدر تاكسس اللي هو الواجهه ديت، بس عن طريق الانترنت اكسبلور مثلا اللي هو يعني براوزر. رابع حاجه اللي هو هوستس وهوست جروب. الهوستس اللي احنا قلنا عليهم اللي هو المكان الفيزيكال اللي بيستضيف الفيرتشوال ماشين،
طبيعي في الشركات الكبيره انت مش هيبقى عندك مكنه واحده، فانت بيبقى عندك كذا مكنه، ديت بتبقى الهوست جروب بتاعت مثلا الناس اللي هم في البرانش بتاع الاي تي، وعندك حبه هوست جروب كمان في البرانش بتاع المحاسبه وهكذا. ديت يعني برضو كتوضيح اكتر اللي هو الفيرتشوال ماشين بيشتغل ازاي. هنا ده الفيرتشوال ماشين مانجمنت اللي هو يعني اللي هو السيرفر او السيرفيس اللي احنا نازله، اللي هو سيرفر عليه السيرفيس، بيكون متصل بسيكوال سيرفر اللي هو بيكون الداتابيس بتاعك. انت تقدر تاكسسه عن طريق كونسول او عن طريق سيلف سيرفيس ويب بورتال، واللي هو التعامل بيكون عن طريق باور شيل، يعني الويندوز باور شيل هو طريقه التعامل بينهم. بس انت ما يعني احنا مش هنتخش في تفاصيل الباور شيل، انت اللي بتتعامل مع كونسول، بتتعامل مع سيلف سيرفيس، وتقدر تاكسس منهم الفيرتشوال ماشين مانجر. برضو احنا قلنا اللي هو الاوبريشن مانجر بيقدر يتعامل، بيعمل كونكت مع السيستم سنتر فيرتشوال ماشين مانجر، بحيث بيراقب الفيرتشوال ماشين مانجر، بحيث لو في حاجة واقعة او في ابلكيشن بطيء ولا الكلام ده بينبهه اللي هو عاوز ديبلوي لمكنة تانية والكلام ده. بعد كده اللي هو الفيرتشوال ماشين قلنا هيعمل مانجمنت، بيقدر يعمل مانجمنت ال WDS اللي هي ويندوز ديبلويمنت سيرفيس، بيقدر يعمل مانجمنت ال WSUS، بيقدر يعمل مانجمنت اللي هو اللايبراري سيرفر. ديت كلها بتبقى الفابريك بتاعته اللي هو او الفابريك بتاعت البرايفت كلاود، اللي هو بنقدر نعمل بيها ابديت للبرايفت كلاود، بنقدر نعمل بيها ديبلوي لمكان على ال على بير ميتال. وهنا اللايبراري اللي احنا قلنا هو الطبيعي لما بتسطب بالبي ام ام، اللايبراري بتبقى نازله على نفس السيرفر ده، بس ممكن انت يكون عندك يعني بتقدر تعمل لايبراري تانية على سيرفر تاني، وبتقدر تتعامل تربط بينهم. قلنا برضو اللي هو البي ام ام بيقدر يتعامل مع هايبر في، بيقدر يتعامل مع سيتريكس، وبيقدر يتعامل مع الاس اكس، بس الايه ما بيقدرش يتعامل مع الاس اكس مباشره، لازم بيتعامل معاه عن طريق اللي هو الفي ام وير في سنتر. الفي سنتر ده يعتبر زي الفي ام ام بتاعنا، اللي هو بيقدر يعمل مانج للمكان الفي ام ام الفي الفيرتشوال ماشين على الاي اس اكس. وطبعا اللي هو تحتهم بيبقى الهاردوير بقى بتاعنا اللي هو ستورج والنتورك، وبرضه بيقدر يتحكم فيهم. عشان نسطب ال في ام ام بنبقى محتاجين اللي هو مايكروسوفت دوت نت فريم ورك 3.5 سيرفيس باك 1. ديت متوفرة ديت متوفرة في اللي هو الار 2، بس هي رول بنقدر نعمل لها بس انستول. محتاجين ويندوز اي 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 كي الاوتوماتيك انستولشن كيت بتاعت الويندوز 7، عاوزين ويندوز باور شيل 2، وعاوزين ويندوز ريموت مانجمنت 2. احنا قلنا اللي هو كل تعامله عن طريق الباور شيل، بس كمان هي حاجه هيدن لينا. ويندوز باور شيل 2 وويندوز ار ام 2 دول بيبقوا موجودين ديفولت في الويندوز 2008 ار 2، فاحنا مش محتاجين ان احنا نفعلهم. برضو محتاجين ننزل الرول بتاعه الاي اس لو هنتعامل مع اللي هي السيلف سيرفيس ويب كونسول بس، وديت اللي هي الرولز اللي احنا محتاجين نختارها منها. الهاردوير ريكويرمنت احنا هنحتاج سيكوال سيرفر 2008 سيرفيس باك 2، وهي المينيمم ريكويرمنت بتاعت البي ام ام هي نفسها المينيمم ريكويرمنت بتاعت السيكوال. فاحنا انت محتاج الريكويرمنت اللي هو يكون سنجل كور سي بي يو بسرعة 2 جيجا هرتز، رامات يفضل يعني هو من 4 ل 8، بس مش هي لازم يكون 2 اقل حاجه يقدر يسطب بيها، ما ينفعش يسطب على اقل من 2. حتى احنا بنسطب على ال 2 جيجا هيقول لك ال 4 جيجا ده الريكويرمنت بتاعي، وديسك سبيس من 40 ل 150 جيجا بايت، وعلى حسب الهوستز اللي عندك انت الريكويرمنت ممكن تزيد، بحيث اللي هو هيعمل مانج للهوستز اكتر. اللي هو احنا لما هنشوف هتلاقيه بيعمل احصائيات من الهوستز دول، بيعمل احصائيات للفي ام ام، فكل الكلام ده بيزود عملية البروسيسنج، فانت بتحتاج ريسورسز اعلى لما يكون عندك ريسورسز اعلى. في حبة كونسيدريشن كده لازم ناخد بالنا منهم قبل ما نبتدي تسطيب. لازم ال VMM ما بيدعمش غير السيكوال سيرفر كامل، يعني ما بيدعمش الاكسبريس اديشن، بيدعم سيكوال سيرفر ستاندر انتربرايز داتا سنتر.
بس ما بيدعمش الاكسبريس، وما بيدعمش ويدعم 2008 سيرفيس باك 2 فيما فوق، ما بيدعمش اقل من كده. ال في ام ام كونسول هينزل اوتوماتيك واحنا بننزل في مانجمنت سيرفر. وممكن لو قلنا على سير على لو انت عندك كلاينت تاني عاوز تاكسس بيه ال في ام فيرجوال ماشين مانجمنت سيرفر، هتقدر تسطب منه ال في ام ام كونسول لوحده من غير مانجمنت سيرفر. ال في ام ام مانجمنت سيرفر كلاستر اوير، لو انت عندك اتنين في ام ام سيرفر في ام ام مانجمنت سيرفر تقدر تربطهم مع بعض بكلاستر، حيث لو واحد وقع التاني يفضل شغال. زي ما في السيكوال قلنا اللي هو احنا محتاجين سيرفيس اكونت، فانت هنا برضو في ال في ام ام انت محتاج سيرفيس اكونت، ولازم يكون معمول له كونفيجر قبل ما احنا نبتدي تسطيب، علشان لما هيطلبوا منك يعني واحنا بنسطب هيطلب منك اللي هو السيرفيس اكونت. انا هتكلم هنا عن الكونسيدريشن اللي هنعملها السيرفيس اكونت، بس قبل ما نخش هنا في هنا اللي هو برضو ملحوظة مهمة، اللي انت واحنا بنختار السيرفيس اكونت انت عندك نوعين، يا دومين اكونت يا ستاند الون اكونت. فاحنا لو اخترنا اللي هو نوع الاكونت بتاعنا ما ينفعش نغيره بعد ما التسطيب، يعني بعد ما سطبنا ال VMM ما ينفعش اللي هو كان سطبين بدومين اكونت نخليه ستاند الون اكونت، او لو كان هو دومين مثلا بيوزر اسمه احمد ما يقدرش نخليه دومين اكونت تاني يوزر اسمه محمد. هو اللي انت الدومين اللي انت نزلته ده هو ده اللي هيكمل معاك. سيلف سيرفيس بورتال ما بتنفعش تنزلها على دومين كنترولر. الكونسيدريشن اللي احنا هناخدها بالنسبه لل VMM سيرفيس اكونت، اول حاجه اللي هو لازم تيوز ديديكيتد اكونت فور في ام ام، علشان لما بتيجي تعمل ان انستول لل في ام ام هو اول حاجه ال في ام ام لما نعمل له داون دومين اكونت، هو احنا قلنا عندنا ستاند الون وعندنا دومين اكونت. لو انت عاوز تدعم ميزه الكلاستر اللي هنا ديت فانت محتاج دومين اكونت، عشان في شيرد ايزو. شيرد ايزو ده اللي انت بتحفظ اسطوانه ايزو في جوه اللايبراري، عشان تتمتع بالميزه ديت لازم يكون برضو معاك دومين اكونت. ده الفرق بين الدومين اكونت والستاند الون اكونت. فلو انت استخدمت الدومين اكونت فانت لازم بتخليه عضو في اللوكال ادمنستريتور اللي على الكمبيوتر اللي انت هتسطب عليه البي ام ام. هو اصلا هو دومين اكونت فهي شاف، بس ما هوش ادمن على اللوكال ادمنستريتور، فانت لازم تخليه له ممبر اوف اللوكال ادمنستريتور على الكمبيوتر اللي انت هتسطب عليه، علشان تعرف تسطب اللي هو دومين اكونت. فانت دلوقتي لو لما تيجي تعمل انست يعني بقى خلاص سطبت البي ام ام وعاوز تعمل له انستول، فهو اثناء عمليه الانستول بيشيل الاكونت ده من اللوكال ادمنستريتور، فده ممكن يعني ليه اثار سلبيه، ما تقدرش تعمل لوجن على السيرفر والكلام ده. ف لازم بتعمل ديديكيتد اكونت مخصوص للي هو السيرفيس بعيد عن الاكونت بتاعنا. consider using managed services account اللي هو الاكونت اللي بنقول له يعني ما بيقدرش يغير الباسورد، والباسورد never expire. احنا هنا دلوقتي هنشتغل على اللاب بقى عشان نوضح اذا نسطب ال VMM ازاي. فهو انا اول حاجة كنا عملنا مع بعض المرة اللي فاتت كنا عملنا host اللي هو ال physical server بتاعي، انا بس غيرت هنا كنت هناك ما غيرتش اسمه، هنا غيرت اسمه خليته host. ال اي بي ادرس بتاعه 192.168.1.2 على الاصل نتورك بتاعته او على بريفكس 24، مسطبين عليه الرول بتاعه الهايبر في، ومسطبين عليه ويندوز سيرفر 2008 سي ار 2 سيرفيس باك 1. تاني حاجه عندنا اللي هو دومين كنترولر، الاي بي ادرس بتاعه اللي هو 3، مسطبين عليه اللي هي الاكتيف دايركتوري، مسطبين عليه الدي ان اس. رابع حاجه السيكوال، ده الاي بي بتاعه 4، مسطبين عليه اللي هي الرول بتاعت السيكوال. كل الكلام ده احنا جهزناه المرة اللي فاتت. والفي ام ام احنا كنا جهزناها بس ما كناش اديناها لها ستاتيك اي بي، فاحنا هنديها ستاتيك اي بي وهنغير اسمها وهنعملها جوين للدومين. تاني الكلام ده بقى واضح بالنسبة لكم، يعني مش محتاج اعمله قدامكم النهاردة مرة تانية. وهنبتدي بقى مع بعض اللي هو في تسطيب السيستم سنتر فيرتشوال ماشين مانجر.
فضل يكون بقى نزلته اللي هو البرنامج الفيرتشوال ماشين مانجر، هتلاقي رقم اسمه SCC 2012 underscore VMM. اول حاجة هعمله انا هدوس على دبل كليك كده، هيقول لي عاوز اعمل هيقول لي عاوز اعمل اكستراكت. هقول له المكان اللي عاوز اعمل فيه اكستراكت، وانا عملته قبل كده اكستراكت هنا اهو. تاني حاجة هحتاج اعملها اللي هو نعمل شير للفولدر ده، اقول له بروبرتيز شيرنج سانسيت شيرنج شير ذس فولدر بيرميشن لاي حد، اقول له اوكي اوكي كلوز. عشان الهايبر كي مش زي البي ام وير، مش هينفع في الكلام الملفات ديت واديها هناك كوبي بيست من نقل بين المكان، لا هو انا عشان اقدر اتعامل معاه لازم اعمل له شير عشان اقدر اكسسه هناك. تاني حاجة محتاجينها زي ما قلت لكم في السلايدز من شوية، احنا محتاجين الاي اي كي، كنت نسيت اقول لكم عليها في اللي هي اول برزنتيشن. بس وفي حاجات تانية برضه هنزل اقول لكم بس هتيجي يعني بالوقت. انا كنت اهم حاجة اركز على اللي هي الحاجات الاساسية اللي هنزلها يومها. يعني اجي افتح الهايبر في اقوم فاتح اللي هو الدومين كنترولر بتاعي، اقول له كونكت. هاجي هنا عند اليوزرز، هعمل يوزر جديد اللي هو نيو يوزر، هيبقى اسمه سيستم سنتر في ام ام، مش هو سيستم سنتر، خليها بس في ام ام سيرفيس. ناخد بس الاسم برضه ننسخه هنا، ده هو الاكونت بتاع السيرفيس اللي هشتغل بيه على البي ام ام. هحط له باسورد، باسورد برضه هنا، اقول له كانت شينج ونيفر اكسباير، اقول له نيكس وفينيش كده. كريت اللي هو يوزر، او يوزر عندي اللي هو السيرفيس اكونت هستخدمه في البي ام ام. تاني حاجة هعملها كريت اللي هو نيو يوزر، هيبقى بي ام ام داتابيز ادمن، ده اللي هو هيبقى الادمن بتاع الداتابيز بتاعت البي ام ام، ادمن على اللي هي الداتابيز الموجودة في السيكوال. بس قلت هاخد نفس الاسم وهقوله نفس الكلام نيكست، هحط له الباسورد انا برضو نفس الكلام، وقوله كانت شينج ونبرك صغير وبيش كده. انا خلصت الاعداد اللي هو الاكونت بتاعتي، هحتاج اعمل جروب. احنا قلنا على ما هنيجي نستخدم دومين اكونت، فانا عاوز اضيف اليوزر بتاعي ده اللوكال ادمنستريتور بتاع المكان هتطلع عليها بي ام ام، فانا محتاج اعمل جروب اضيف فيها اللي هو يعني هضيف الاكونت ده في جروب، والجروب ديت هخليها عضو في اللوكال ادمنستريتور بتاعة البي ام ام. فهقول له نيو جروب، هسميها سيستم سنتر بي ام ام ادمن من اوكي. هاجي هنا على السيستم افتحها، هقول له الممبرز بتوعها، هقول له اد ادفانسد فايند ناو سيستم سنتر في ام ام سيرفيس، هقول له اوكي اوكي اوكي. فكده انا ضفت اليوزر ده للجروب ديت. تاني حاجة هحتاج اعملها لما هنيجي نسطب اللي هو الدومين الاكونت بتاعتي، هيقول لي انت عاوز تسطب دومين اكونت ولا ستاند الون اكونت. فلو اخترت دومين اكونت فعندي ميزه ان انا اقدر استخدمها اللي هو اخزن الكريدنشال بتاعتي في الاكتف دايركت مش على اللوكال سيرفر. يعني انا في العادي اللي هو اليوزر لما بيعمل يخزن بيدخل على السيرفر او بيدخل الانشال بتاعته بتخزن على السيرفر بتاع البي ام ام نفسه. ففي حالة مثلا زي اللي هو انا كنت مخلي البي ام ام المانجمنت سيرفر بتاعه مخليه فيل اوفر، ففي الحالة ديت لو السيرفر وقع وانا مخزن عليه الداتا، السيرفر التاني مش هيعرف يرسبوند على الناس، مش هيعرف يتعامل معاهم. فانا بخزن اللي هي الداتا بتاعتي في الاكتيف دايركتوري بحيث لو واحد وقع التاني منهم. فعشان اعمل الحكاية ديت فانا محتاج اروح على اكتب على الـ administrative tools، افتح الـ ADSI edit، هقول له connect to
اقول له select او النون naming context، اقول له default naming context، اقول له اوكي، افتح ال دي سي اللي هو الدومين بتاعي اللي هو mxm.net. بعد كده هروح على ال هقول له كليك يمين، هقول له نيو اوبجكت، هقول له عاوز اعمل كونتينر اللي هي الكونتينر يعني حاوية اللي انا هخزن فيها اللي هي الكريدنشال بتاعتي، هقول له نيكست. هو انا عاوزني ادخل اسم اللي هي الحاوية اللي انا هعملها، اقول له بي ام ام. بعد كده العملية ديت بيسموها هي الحاجات اللي انا بخزن الكي في عند الاخر دايركتوري اسمها ديستريبيوتد كي مانجمنت، هيبقى كي دي كي ام. هقول له نيكست، هقول له ماشي. كده خلصت اللي هعمله على ال ADSI. هروح على ال دايركتوري يوزر عند الكمبيوتر، هقول له فيو، هقول له ادفانسد فيتشرز. فكده هيعمل لي حاجات زيادة، فهتلاقي هنا جات لي اللي هي ال BMM دي كي ام اللي انا لسه عاملها ما كانش عندي قبل كده. هقول له بروبرتيز سكيورتي، هقول له اد، هعمل اد اللي هو الناس اللي هيقروا يكتبوا في ال في الـ على الكونتينر بتاعت الجيت. هعمل اد للناس اللي يقدروا يكتبوا على الكونتينر بتاع ديت، وهعمل اد اللي هي الجروب اللي انا عاملها، بحيث لو انا هضفت الناس اللي عاملهم اخليهم ادمنز برضو لل بي ام ام، يبقى بتعامل مع جروب ما بتعاملش مع يوزر محددين اسهل. فهيبقى عندي اللي هي الجروب بس هنا اهي سيستم سنتر فيرتشوال ماشين مانجر ادمنز، اقول له اوكي اوكي. فهديها ريد رايت وكريت اول شايلد اوبجكت، بحيث اللي هي تقدر تكريس حاجات جوه الحاويه ديت، اقول له اوكي. سوري نسيت برضه اعمل حاجه سكيورتي اللي هو ال ايوه ده، هقول له اسانسيت. يعني انا بعد ما خلصت اللي هي ريد رايت كريت الاوبجكت على السيستم سنتر فيشوال ماشين، هقول له اسانسيت، هقول له اديت، هقول له هو هنا بيختار الاوبجكت اونلي، يعني هو الكريدنشال اللي عنده او البرميشن اللي عنده هيبقى على الاوبجكت ده بس اللي هو الكونتينر نفسه. هقول له لا، عندها على الاوبجكت اند اونلي سنت اوبجكت اللي هي كل اللي تحتها برضه، هقول له اوكي ابلاي اوكي. فانا كده خلاص اضفت كريت عندي البي ام ام دي كي ام ديت اللي هي كونتينر هخزن فيها الريسوردات اللي بتاعت اليوزر. كده خلصت الشغل بتاعي على الدومين كنترولر، هقفله اروح على الهايبر بيت مرة تانية، افتح بقى البي ام ام بتاعتي، اقول له كونكت. هروح هنا على اول حاجة هسطب الاي اي تي، فانا هعمل هنا فايل سيتنج، هحط هضيف اللي هي النسخة الايمج اللي عندي عشان انزلها ايزو للفيرشوال ماشين نفسها اللي عندي هنا على الديسكتوب، اقول له اوكي. لو جينا هنا على الكمبيوتر اللي هنا الكمبيوتر هي اصلا فتحت لوحدها اهي، اقول له رن، اقول له ويندوز اي اي كي سيت اب، عايز عملية التسطيب بتاعت الاي اي كي، اقول له نكست واجري واللي هو المكان هتطلع فيه ونكست، ووقف بقى عقبال ما يخلص تنزيل وارجع لكم تاني ان شاء الله. دلوقتي خلصت الانستليشن بتاع اوتوماتيك كيت اهو، كلوز كلوز بتاع سيرفر مانجر بتاعي. هروح على الفيتشرز، هقول له فيتشر، هنزل اللي هي دوت نت فريم ورك 3.5، هقول له اد فيتشرز، نيكست نيكست نيكست، انستول، يخلص الانستليشن.
برضه ربنا يخلص لكم ان شاء الله. هو عندي خلاص هو تنزيل، لو لاحظوا هو نازل اي اي اس، نازل منه كام رول بس. احنا هنكمل تنزيل بقية الرولز اللي احنا عاوزينها. هقول له هروح على رولز، هيبقى على الاي اي اس اد رول، هكليك يمين على الاي اي اس واقول له اد رولز سيرفيسز. فانا محتاج اللي هي الرولز اللي هنزلها، اول حاجة ستاتيك كونتنت، واحتاج اللي هي الديفولت دوكيمنت، واحتاج هيستوري براوزنج وال في بداية البراوزر، محتاج ال HTTP errors، محتاج ال ASP.NET، أقول له add required role service. فهو نزل لي اللي هو ISAPI extension و filter دول برضه محتاجهم. محتاج هنا فين IIS6 management compatibility، سوري مش ديت IIS ميتابيز بس هي اللي عاوزها. عاوز برضو ال WMI في هنا برضو حاجة عاوزها تانية، هي فين فين تن 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 اصلا نازله اللي هي ريكوست فلترنج اللي انا كنت محتاجها. كده خلصت اللي هو الحاجات اللي انا محتاجها في الاي اي اس. اقول نيكست واقول انستول. بعد كده هحتاج اروح على اللي هو الفيرشوال ماشين مانجر بتاعي وافتح السيكوال علشان اضيف فيه الداتابيز اللي هناك، اضيف لها اللي هو الادمنستريتور اللي انا عملته للداتابيز. فاروح على اول بروجرامز سيكوال سيرفر 2008 R2، هفتح سيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو. هقول لك كونكت بمين، هقول له كونكت ويندوز اوثنتيكيشن، السيرفر نيم هقول له اللي هو ده اللي هو السيكوال دوت سام دوت نت اللي هو اللوكال، اقول له كونكت، اعمل لي كونكشن هناك اهو. هروح على سكيورتي، اروح على لوجنز، اقول له كليك يمين نيو لوجن، اكتب هنا اليوزر اللي عامله اللي هو سم سلاش فيرجن ماشين مانجر داتابيز ادمن. هحتاج هنا بخلي له اسيبها هنا ويندوز اوثنتيكيشن. محتاج في السيرفر رولز اديله سيس ادمن، بقول له اوكي. لو فتحنا اللوجنز كده بس لا عندي اللي هو الاقسام بقى بي ام ام داتابيز ادمن، هو نزل عندي. كده خلصت اللي هعمله في الداتابيز. كده هقفل برضه السيكوال ما عادش محتاجه. يعني اخلص الاي اي اس اقول له كلوز. بعد كده محتاج اللي هو نضيف اليوزر اللي هو بتاع الدومين اللي هو اللي هيبقى السيرفيس اكونت لل اللي هو اللوكال ادمنستريتور. فاقول له كمبيوتر مانيج، الجيميل هيبقى مانيج. بعد كده كونفيجريشن لوكال يوزر اند جروبس، هاي جروبس ادمنستريتور، اقول له اد تو جروب اد، هيبقى عندي هنا ادفانسد فايند ناو، اختار اللي هو سيستم سنتر في ام ام ادمنز، اقول له اوكي. انا كده ضفت اللي هم الجروب بتوع الدومين اللي هم السيستم سنتر في ام ام ادمنز اللوكال ادمنستريتور بتاع الجهاز ده. كده خلصت، كده اقدر ابتدي تسطيب ال ام ام. فهقول له باك سلاش باك سلاش 192.168.1.2 اللي هو الاي بي بتاع الهوست بتاعي. هيفتح لي اللي هو السيستم سنتر اللي انا فكيته، اللي هقول له سيت اب. الوان هيقول لي عاوز تعمل ابديت قبل ما ابتدي اسطب، هقول له لا مش مهم الابديت دلوقتي، عاوز بس نسطب. هيقول لي عاوز تعمل لوكال ايجنت، هقول له لا
مش هسطر لوكال ايجنت حاليا، هنتكلم عن ايه بعد كده اللي هو اللوكال ايجنت. انا دلوقتي هنقول نص طول بس. هيقول لي هنا عاوز تختار اللي هو المانجمنت سيرفر. احنا اتكلمنا عن المانجمنت سيرفر اللي هو بيعمل مانج للسيرفيس نفسها. تاني حاجة أول ما اخترته هو البي ام ام كونسول، اختار من عند باي ديفولت. أنا ممكن مختارش المانجمنت سيرفر واختار الكونسول بحيث أسطب على جهاز تاني أقدر أكسس منه اللي هو المانجمنت سيرفر. عاوز تسطب السيرفيس بورتال، هقول له ماشي أوكي سطبها لي، اللي هو النادية اللي بنستخدمها عشان أكسس البي ام ام عن طريق الويب. على نكست هيقول لي هتسجل الداتا بتاعتك، عاوز تعمل ريجستريشن للبي ام ام ده اللي هي اسمك والبرودكت كي. لو انت ما دخلتش برودكت كي فانت كده هتعمله الايفالويشن اديشن اللي هو 180 يوم. احنا هنشتغل على 180 يوم. على نكست هيقول لي اللايسنس وافق عليها. على نكست عاوز تشارك مايكروسوفت البرنامج، احنا بيئة تجريبية ما ينفعش تشارك. قال له نو. قال له عاوز تعمل ويندوز ابديت، قال له ماشي قلنا بس مش دلوقتي يعني. تنزلها فين لو انت عاوز تغير المكان؟ قال له نكست. بيعمل شيك على البي ريكوستس. هنا احنا قلنا الكمبيوتر ده هاز اونلي 2 جيجا اللي احنا حددناهم المره اللي فاتت. هو بيقول لي البي ام ام الريكوير بتاعه 4 جيجا بس اقدر انزل، يعني مش شرط اللي هو يعني 2 جيجا ده المينيمم بتاعه اللي هو عاوزه عشان اقدر اسطب. فانا هحقق المينيمم فاقدر اسطب. بقول له نيكست. السيرفر نيم اللي انت عامله اللي هي الداتا بيس بتاعتك فين؟ فانا انت ممكن تعمل تنزل الداتا بيس بتاعتك لوكال او ممكن تنزلها سيكوال على سيكوال بعيد. يعني هو انت كده كده سطبها على سيكول، فممكن تسطب السيكول نفسه هنا مع البي ام ام او تخلي سيكول في سيرفر لوحده. فانا مخلي السيرفر سيكول السيرفر لوحده علشان بعد كده لما نزيد نسطب حاجات تانية هيبقى ضغط على سيكول عالي، فهنسيب البي ام ام لوحده ومش هنخش ضغط. اقول له براوز. اقول له سيكول. اقول له شيف نيم. جابه لي اهو. لو تلاحظوا اللي هو جاب هنا اللي هو الانستنس نيم اللي احنا كنا نسميها باي ديفولت اللي هي ام اس سيكوال سيرفر. هيعمل جواها داتابيز جديده اسمها فيرتشوال مانجر داتابيز. هقول له استخدم لي الكريدنشال ديت عشان تعمل كونكشن على اللي هي السيكوال سيرفر. هعمل اللي هو اكسام على اللي هو الاكونت اللي احنا عملناه للداتابيز اللي هو بي ام ام داتابيز ادمن، وادخل الباسورد بتاعته. هقول له نيكست. تقريبا عشان مش فاتح له بوت فلاير فايل في الفاير وول، هوقف عقبال بس ما اظبط الفاير وول وارجع لكم تاني. هروح على اللي هو السيكوال سيرفر، هروح على الكنترول بانل، هروح على الفاير وول، هروح على الادفانسد سيتنجز، هقول له انباوند رولز، هقول له نيو رول، هقول له بورت. انا يعني هو السيكوال مش فاتح له بورت علشان البي ام ام يقدر يتكلم معاه، فانا هفتح له بورت هنا على السيرفر. هو ممكن بكل سهوله اقفل اللي هي
فايرول وكده، ريحت دماغي ومش محتاج افتح بورتات. بس انا يعني بحاول ان انا اوصل لكم، مجرد يعني ان انا قفلت الفايرول كده البي ام ام هيشوف الدنيا. بس انا بحاول اوصل لكم المعلومة بحيث اللي هو تقدر تطلبها في الشركة فعلا بالسيكيورتي اللي عليها، مش يعني لسه هتتعلم بقى سيكيورتي بعد كده. هو البورت بتاعت السيكوال 1433 اقول له نيكست، هيقول لي عاوز تعمل ايه، هقول له allow connection، هتعمل على الدومين ولا بس ولا بقيت حاجة، هقول له دومين بس، هقول له نيكست، هتسميها ايه، هقول له سميها سيكوال، هقول له فينش. كده اللي هي البورت اتضافت عندي. ولو جيت هنا على ال VMM هقول له نيكست، كده اللي هي الرول اهي اتضافت عندي. لو رحت بقى على ال VMM وقلت له نيكست، لا بقى اهو قال لي انت عاوز تعمل لوكال سيستم اكونت اللي هو السيرفيس اكونت اللي احنا قلنا عليه، عاوز تعمل له لوكال اكونت ولا دومين، فانا هختار دومين. فهو هيقول لي سيلكت الاكونت اللي هتعمل بيها، اقول له فايند ناو، اقول له VMM سيرفيس، اقول له اوكي، دخل له الباسورد بتاعته. هيقول لي بقى انت عاوز تستخدم ديستريبيوتد كي مانجمنت ولا لا، اللي هي اللي مكتوب عليها ستور ماي كيز ان اكتيف دايركتوري، فاقول له اه هستخدمها. فهستخدمها اللي هي هتبقى النيم بتاعها اللي هو سي ان بتساوي احنا قلنا اللي هي في ام ام دي كي ام كوما دي سي، هيساوي يعني مقسم اللي هو اسم الدومين بتاعي كوما دي سي يساوي نت اللي هو بقية الدومين بتاعي. اقول له خلاص، اقول له نيكست، هيقول لي دي البورتات اللي انا هشتغل عليها، اقول له هسيبها له زي ما هي ديفولت. انت لو عندك بقى يعني مثلا 2 VMM ممكن تظبط غير البورتات، ولا عاوز تغير عشان نوع سكيورتي ولا حاجة، انا هسيبها زي ما هي، اقول له نيكست. لو تلاحظوا هنا اللي هو عنده بيقدر يستخدم اللي هو الويندوز الانستراكشن انفيرمنت اللي احنا خطبنا عشان الويندوز اي كي، وبيستخدم الويندوز ديبلويمنت سيرفيسز، وبيعمل كونكشن بالهوستس اند لايبراري فايل ترانسفير، وبيعمل كوميونيكيشن للايجنت، وعنده بي ام ام كونسول. بي ام ام كونسول اللي احنا وريها لكم اللي هو بيقدر يتحكم في المانجمنت عن طريق كونسول. الايجنت اللي هو بيقدر يتحكم في الهوست وفي اللايبراري سيرفيس، اللي هو يعني انت هتسطب ايجنت، يعني هو هنا ده اللي هو كأنه السيرفر وهناك الايجنت، فانت بتسطب الايجنت هناك عشان تقدر تتحكم فيه في اللي هو الجهاز البعيد. فايل ترانسفير، لما انت تعمل ترانسفير للايجنت انت بتستخدم اللي هو ال HTTPS او اللي هو كونكشن سكيور يعني انكريبتد، تقدر تعمل كونكشن بال WDS هنشوف ازاي بعدين. برضه بتعمل كونكشن اللي هو ال MBA ايجنت، تقدر تستخدم برضه ال MBA عشان تايم سنكرونيزيشن. قول نكست، هيقول لي ال Service، هنا بقى ال Service بورتال، هيقول لي مين ال VMM سيرفر بتاعك، هقول له ال VMM بتاعي اللي هو السيرفر اللي انا مسميه VMM. هو الفكرة اللي انت ممكن تسطب السيرفيس برضه بعيد، فانت هيسألك برضه عن فين مكان ال VMM، فانت كده كده هتحط له المكان. البورت اللي احنا هتصل بيها على ال VMM هو نفس البورت اللي هو شغال بيه هنا. لو بصينا الكونسول بيعمل كونكشن عن طريق المانجمنت سيرفر عن طريق بورت 8100، فهي نفس البورت اللي هنستخدمها هنا في السيلف سيرفيس بورتال، هو اللي هيكمل كونكشن على المانجمنت سيرفر. الويب براوزر البورت بتاعته عن طريق اللي هي بورت 8100 HTTP عادي، نقول له نيكست. انت عندك لايبراري شير قبل كده او مجهزها، ولا عاوز تعمل مكان ليها معين، ولا اعمل لك انا نيو لايبراري شير، اقول له اعمل نيو لايبراري شير وادعي لي ديت المكان اللي هتتخزن فيه، اقول له ماشي اوكي نيكست انستول. هيبتدي عملية الانستليشن، اوقف قبل ما يخلص وارجع لكم تاني. شوف دلوقتي خلص عملية الانستليشن اهو، وبيقول لي تكمل بنجاح. لو عاوز تروح بتحمل معلومات ريز نوز نوتس انستليشن جايد الكلام ده هنا، على ما يفتح الكونسول بعد ما الانستليشن يخلص اقول له اوكي، نقفل بقى خلاص بتاع السطر ده. فهي
الكونكشن على اللوكال هوست على بورت 8100 اللي احنا قلنا عليه اللي بيستخدمه الاتصال بالمانجمنت سيرفر، هيستخدم اللي هو الكرنت ويندوز سيشن ايدنتيتي اللي هي الكريدنشال بتاعتي اللي هي بتاعت الادمنستريتور بتاع الدومين اللي انا داخل بيها اصلا. اقول له ماشي كونكت، هو هنا خلاص حمل لي اللي هو ال VMM كونسول. اول حاجه هتلاقي عندي هنا تابات، خمسة تاب. اول تاب اللي هو VMs and Services اللي هو فتح لي دلوقتي حاليا، اقدر منه اعمل كرييت للفيرتشوال ماشين، اقدر اعمل كرييت للسيرفيس، اقدر اعمل كرييت للكلاود، اقدر اشوف الفيرتشوال ماشينز اللي جوه هوست معينين، الفيرتشوال ماشين كلهم كمان. اقدر اعمل فيو اوفر فيو، هيدي لي يعني اللي هو رسومات بيانية توضح لي الاستهلاك اليومي للبيانات، الاستهلاك اليومي للهوست والكلام ده. هنا السيرفيس يوضح لي هي السيرفيس اللي انا منزلها. هتلاقي عندي هنا البي ام عندي سيرفيس مقسمهم كلاود وعندي هوست. فانا قلت اللي هو الهوست والكلاود يعتبروا حاجة واحدة بالنسبة للي هو اللي بيتعامل، عشان هو ده بيشوف فابريك الهوست. يعني مثلا عندي هنا 10 هوست، 2 منهم مجهزهم حاطهم للكلاود، اللي هو دي خاصة للكلاود اللي الكلاود تقدر تتعامل معاها. هنا باور شيل بنستخدمها بحيث يعني تكتب كود معين بينفذه عن طريق باور شيل. جوبز اللي هو هنشوف يعني ايه جوب، اللي هي انت مثلا كريت في ام فهو بيفتح لك نافذة عبارة عن بتقول لك الجوب اللي انا شغال مشغلها. انت مثلا او لو واحد حاولت تتصل بالبي ام ام على اي بي كذا على الهوست كذا، 2 بعت البي ام ام، 3 البي ام سطبت ديت اللي هي الجوب، يعني بيوضح لك الخطوات اللي هو عملها. البرو اللي هي قلنا بيرفورمانس اند ريسورس اوبتمايزيشن، لما نيجي وقتها هنبقى نتكلم عليها. تاني تاب عندي اللي هو الفابريك، الفابريك يعتبر الانفراستراكشر. فهو لو فتحنا هنا عندي 3 حاجات، اول حاجة سيرفرز، فعندي سيرفر هنا اللي هو الهوست، عندي هنا سيرفر اللايبراري، فانا عندي هو البي ام ام نفسه عبارة عن لايبراري سيرفر، عندي البي اكس اي اللي هو البري اكستشن سيرفر، عندي الابديت سيرفر اللي هو ممكن يكون دبليو سوس او كونفيجريشن مانجر، عندي في سنتر عشان لو هتحكم بالحيل اي اس اكس، وعندي بي ام ام سيرفر اللي هو نفس السيرفر. لو رحنا على السيرفر فهو هنا بيعرض لك كل السيرفرات دول، يعني لو انت عندك سيرفر هنا وسيرفر هنا فهو بيعرض لك التوتال بتاعهم. هتلاقي هنا مانجد الكمبيوتر، معنى مانجد اللي هو يعني منزل عليه الايجنت بتاعه. عشان كده لو حبينا نضيف كمبيوترات تانية فاحنا بنحتاج ننزلها الايجنت. هنا عندي كرييت السيرفيس في ام هايبر في نتورك كلاسيفيكيشن لوجيك، كل الكلام اللي هنوصل له بالتفصيل. هنا اد ريسورسز، هنا تقدر تضيف هوست هايبر في هوست او ستريكس هوست او في ام وير اس اكس هوست. هنا برضه تضيف لايبرري سيرفر بي اكس اي سيرفر او دي سيرفر سنتر لود بانس ستورج. كل الكلام ده هنوضحه اللي هي الفيديوهات الجايه ان شاء الله. نتوركينج، هنا بتقدر تعمل كريت فيرتشوال نتورك وستورج، بتقدر تتعامل مع الستورج كيف يعني تقدر يعني تقدر تتعامل مع سان معينين، تقدر تسحب الستورج على البي ام ام عشان يقدر يعمل عليها هوم ديبلوي للفيرتشوال ماشين. بعد كده لايبراري اللي هي قلنا اللي انت بتقدر تخزن عليها ملفات ايزو، ملفات في اتش دي، بتقدر تخزن عليها اللي هو ابلكيشن في اللي هي الملفات اللي انت عاملها منه. تقدر تكريت هنا اللي هي عندك التمبلتس اللي احنا قلت عليها، اللي انت بتجهز تمبلتس علشان اليوزر يقدر يستخدمها عشان يكري السيرفيس اللي هو هيطلبها، فانت بتقدر تجهز التمبلتس من هنا.
الجوبز اللي هي زي ما قلت لكم اللي هي جوبز، هنا بيعرض لك لكل الجوبز اللي حصلت قبل كده عشان لو عاوز ترجع لهم ريفرنس. برضو يعني لو انت عجبت جوب ممكن تعمل لها ريستارت من هنا، بحيث لو نفذت جوب تقدر تنفذها مرة تانية. سيتنج هنا بتقدر تتحكم بقى في الخواص بتاعة البرنامج اللي هي ال database connection، library setting، remote control، security، تقدر تظبط اعدادات ال security، تقدر تعمل connection مع هي operational manager اللي هو بيعمل مراقبة لل private cloud. كل ده هنتكلم عليه في وقته، بس يعني تعالوا نبتدي مثلا النهاردة. بنيجي على all hosts، كليك يمين add hyper v host and cluster عشان ابتدي اضيف هوست. فهيقول لي انت عاوز، انا عندي الهوست بتاعي اللي هو ده اللي هو هوست دوت اماكسام دوت نت اللي هو المكنه الفيزيكال بتاعتنا، ما عنديش اصلا هوست غيرها. فهو انا هعمل لها جوين للدومين، فيقول لي انت عاوز تضيف هوست نوع ايه، فانا هقول له تراستد اكتف دايركتوري دومين عشان هي جوين لنفس الدومين. وفي حاجه تانية اللي هي ان تراستد اكتف دايركتوري دومين، وفي اللي هو هي موجودة في دومين بس مش هو نفس الدومين بتاعي، او دومين شايلد او اي دومين تاني بس مش تراست. هنا البريمتر نتورك اللي هي بتكون اجهزة في الورك جروب، مثلا برضو اللي هو البريمتر نتورك الاجهزة اللي احنا بنحطها كاول جهاز للناس اللي جايين من بره الشركة عاوزين يخشوا الشركة، بحيث اللي هي بتكون معزولة عن الدومين، وتكون هي اول خط دفاع عندي. تالت حاجة اللي هو يعني انا عندي فيزيكال كمبيوتر بس مش عليهوش هايبر في مسطب، هو عبارة عن بيرميتر يعني ما عليهوش اي حاجة مسطبة، ولا ويندوز ولا هايبر في ولا الكلام ده. فانا اقدر انزل عليه فيرشوال ماشين مجهزة عندي، والفيرشوال ماشين دي تسطب من خلالها هايبر في، وبعد كده استخدم السيرفر ده اللي انا اعمل بقى اخليه هوست انزل عليه حاجات. فهو اول حاجه ديت هينزل الايجنت اوتوماتيك بيها. الحاجه الثانيه لازم اكون انا منزل الايجنت مانوال هناك، وبعد كده اعمل لها جوين للدومين او جوين للبي ام مش للدومين، هي عشان هي دومين تاني اصلا. اقول له تراستد اكتف دايركتوري دومين، اقول نيكست. هيقول لي عاوز تعمل يعني الكريدنشال اللي انت هتدور بيها على اللي هو الهوست، لازم يكون معاك كريدنشال تسمح لك ان انت تاكسس الاكتيف دايركتوري عشان تدور على الهوست. ف يوز ان اكزيستنج ران از اكونت، احنا لسه ما اتكلمناش عن يعني ايه ران از اكونت. فانا هقول له لا، مانوالي انتر كريدنشال، هقول له اماك سم، وبعد كده اكتب الادمنستريتور، وبعد كده ادخل الباسورد، هقول له نيكست. هيقول لي اعمل لك سيرش عن يعني انت هتحدد لي اللي هو الكمبيوتر نيم، ولا هعمل لك سيرش في الاكتيف دايركتوري. هقول له اعمل لي سيرش في الاكتيف دايركتوري عندك. هيقول لي هتدور على ايه، فهقول له دور لي على اي حاجه فيها كلمه هوست. هقول له اوكي. فهو هنا طلع لي الكويري اللي هيعملها، اللي هو هيدور على اي حاجه فيها كلمه هوست. هقول له نيكست. هو دلوقتي يعمل سيرشنج، جاب لي اللي هو الهوست دوت انكسب دوت نت اللي هو الهوست بتاعي اللي هو المكان الفيزيكال بتاعتي. اقول له نيكست، اعلم عليها اقول له نيكست. بيقول لي هنا اللي هو الهايبر في مش نازل، فالفيرتشوال ماشين مانجر هيعمل له انيبل اوتوماتيك، يعني حتى لو انت مش منزل هي الخدمه بتاعت الهايبر في هو هيعملها اوتوماتيك. لا احنا نازلينها يا عم. اقول له اوكي. بيقول لي برضو لو انت يعني لو نزلت الهايبر في اوتوماتيك فدي هتأدي اللي انت ممكن تعمل ريستارت. اقول له لا ما تخافش، ما نزلها مش هيحصل ريستارت ان شاء الله. بيقول لي عاوز تعمل كمل، اقول له اوكي. هيقول لي هتضيفه فين، فانا ما عنديش هنا اصلا غير اول هوستس اللي هي المكان ده، فاقول له ضيفه لي بي. هقول له نيكست. هيقول لي هنا سامري، اقول له اوكي ماشي. هنا بقى اللي هي حكايه الباور شيل. لو جيت بصيت هنا فيو سكريبت، هنا هي لو دوست في سكريبت فهو بيطلع لك سكريبت بالباور شيل، فانت ممكن تستخدم السكريبت ده وتعمل بيه تاسكس بالباور شيل. احنا عموما مش هنتعلق يعني مش هنتعامل كتير مع الباور شيل،
فلو بصيت هنا هو فتح لي جوبز، فتح لي انا بعمل اد للفيرتشوال ماشين هوست، وهنا بيانات اللي هي الجوب اللي بيحصل لها دي السمري. انا اول حاجه هعمل اد فيرتشوال ماشين، تاني حاجه كريت ان ديبلويد هوست، تالت حاجه انستول فيرتشوال ماشين ايجنت، تلاحظوا بين ننزل الايجنت اهو اوتوماتيك. رابع حاجة اللي هو بيعمل ريفرش للهوست بعد كده عشان يشوف هو خلاص الحاجة دي نزلت ولا لأ. هنا ديتيلز أكتر، يعني هي هنا هي نفس الكلام، هنا نفس الديتيلز يعني عنده. هنا الشينج تراكنج اللي هو لو غير حاجة في الهوست هناك فبيقول لي أنا غيرت كذا، أوقف لغاية ما يخلص العملية بتاعت اللي هو بيضيف الهوست عنده، ونرجع بعد إن شاء الله. هو هنا خلص هو العملية بتاعت إضافة الهوست. هنا هتلاقوا في حاجة كمان زادت هي انيبل هايبر في كومبليتد برضو. لو جينا هنا في عندي هنا في ورنينج، لو جينا في السمري هو لو برضو لاحظتوا الستاتيوس لو لاحظتوا هنا الستاتيوس هتلاقيها كومبليتد وز انفو، فمعنى كده اللي هو اضافه بس في معلومات او ورنينج هنا. فالورنينج بيقول لك كودنت انيبل مالتي باس انبوت اوتبوت فور نون ستورج اري، فانا اصلا مش ضايف له سنه عشان تعمل لي انبوت اوتبوت. لما هنشوف بعض مع بعض بعد كده حكايه الهاي افيبيليتي للهوست، بس انا دلوقتي مش هعمل له هاي افيبيليتي. فبقول لا، فبيقول لي يعني انيبل مالتي باس ديت من ريكومندد اللي انت تعمله، مش انجكت تراك لسه يعني ما فيش حاجه غيرها في البي ام في الهوست عندي. نقفل اللي هي الحكايه ديت، فتلاقيها هنا جاب لي اللي هو اول هوستس، ظهر لي هنا المكان اللي انا الفيرتشوال ماشين اللي انا حاطه على الهوست ده. هنا هتلاقوا اللي هو النيم وحالته اللي هو رانينج، هنا اللي هو النيم بتاعه وحالته اللي هو رانينج، الفيرتشوال ماشين ستيت اللي هي رانينج برضه، الكلاود بتاعها لو هي وهي مضافة للكلاود، لأن مش مضافة للكلاود، الجوب اللي هي لو انت لو هي لها علاقة بتعمل جوب، يعني لو انت تعمل جوب على ديت فهنا بيكتب لك الحالة بتاعتها، الأونر من الملك بتاع الدي سي دي. فأنا عشان أعملها قبل ما أسطب البي إم إم أو مش عاملها دوبلير عن طريق بي إم إم، فهو مش جايب لها مش جايب لها أونر. يوزر رول هنتكلم عليها بعد كده. سي بي يو افريج اللي هي بتستخدم معدل قد ايه المتوسط يعني السي بي يو. لو صغرنا هنا كده عشان اجيب بقية الحاجة، فعندي هنا السيرفيس لو انت منزلها عن طريق سيرفيس، وتالت حاجة هي الاوبريتنج سيستم نفسه اللي مسطع عليهم. خلصنا كده اللي هو الكلام. لو جينا هنا على الاوفر فيو هيجيب لك بيانات يعني بشكل منحنيات وبشكل رسومات بيانية. هنا بيقول لك في سامري اللي انت عندك واحد هوست، عندك 3 فيرتشوال ماشين عليه، الميموري اللي انت عندك 16 جيجا ميموري متاح 10 ومستخدم 4، الستورج انت عندك 2 تيرا ونص ستورج، المتاح عندك 1.5 المستخدم 26، الديلي هوست برفورمانس الاداء اليومي بتاع الهوست، فهو انا لسه عامله فمبتداش يعمل احصائيات عليه، فهو بيعمل لك سي بي يو برفورمانس وميموري برفورمانس والنتورك والستورج، بيطلع لك اداء يومي وفي هنا برضو اداء شهري. وانت عن طريق اللي انت شفت البرفورمانس ده تقدر تحكم هو مثلا كان اول الشهر معقول، بعد كده اخر الشهر عيلة، فانت تعرف مثلا ما عادش قادر يعمل يقطع طلبات، فانت بتعمل له ضيف له واحد تاني يساعد في رد على طلبات الهوست ده. هنا برضه البروسيسور عندك 3 فيرشوال 4 فيزيكال، عندك انت حاطط 3 فيرشوال اللي هما 3 فيرشوال ماشين، والفيزيكال بتوعك 4 اللي هما الاصليين عندك. عندك اللي هو النتورك انت عامل كونكشن 3 بي ام متصلين بالنتورك. الاستورج لسه ما اتكلمناش على الكلاسيفيكيشن بتاعها. الباور مانجمنت احنا عامل لها ديسيبلد، مش متحكمين اللي هو لسه ما اتكلمناش اصلا عن الباور مانجمنت، بس احنا كنا قلنا عليها اللي هو اللي بتعمل البيت في السيرفر. خلاص كده مفيش حاجة تانية. لو حبينا نعمل ديبلاي للفيرتشوال ماشين هنا هقول له كرييت فيرتشوال ماشين،
كنت عاوز اكمل معاكم اللي انا عامل كريت للفيرتشوال ماشين النهارده، بس الوقت كده عدت ساعة يعني. طب لا نعمل فيرتشوال ماشين بس عشان يبقى اسمنا عملنا حاجة النهارده، والمرة الجاية بقى نبتدي في عمل اللي هو نخش على الفابريك بشكل اكبر يعني، بدل ما نعلق حكاية اللي انا كريت فيرتشوال ماشين المرة الجاية. كان اقول له كريت فيرتشوال ماشين عشان هبتدي اعمل الفيرتشوال ماشين اضيفها على الهوستات اللي عندي. يقول لي عاوز تعمل تمبلت ولا فيرتشوال هارد ديسك موجود قبل كده. هقول له لا انا ما عنديش الكلام ده. هقول له كريت فيرتشوال ماشين اقول له كريت هيقول لي هتعمل فيرتشوال ماشين باستخدام في ام تمبلت. لا احنا لسه ما عملناش تمبلت ولا عملنا حاجه، باستخدام فيرتشوال هارد ديسك. احنا عملنا فيرتشوال هارد ديسك بس مش مهم يعني، هنتكلم عنه النهارده. احنا هنعملها لا كريت نيو فيرتشوال ماشين. هقول له نيكست. هيقول لي هسميها ايه. هقول له تيست. انا بعمل لك مكانها تيست بس دلوقتي. هقول له لا خليها هيقول لي هسميها ايه. هسميها اوبس مانجر. هيقول لي هسميها ايه. هقول له هسميها سيستم سنتر اوبريشن مانجر، بحيث ان انا استخدمها بعد كده لما اجي اسطب الاوبريشن مانجر ان شاء الله. هقول له نيكست. هيقول لي هتعمل كونفيجريشن للهاردوير. لو هتلاحظوا هتلاقوا اللي هو الواجهة ديت هي نفسها الواجهة بتاعت الاي ار بي. لو بصينا هنا على الفايل سيتنج هتلاقي عندك هي تقريبا هي نفس الواجهة بتاعت الاي ار بي. هنا البروسيسور والميموري الكنترولرز الكلام ده. فانا هنا هسيب اللي هو الكونفيجريشن بتاعها زي ما هو، مش هنلعب فيه دلوقتي. لما يجي يعني بعد كده هنتكلم بتفصيل عن الكونفيجريشن. هقول له نيكست. هيقول لي هيقول لي سيلكت ديستنيشن. هو هنا ما انا مش مكريت برايفت كلاود، فمش متاح الخيار بتاع البرايفت كلاود مقفل عندي. فانت عاوز تعمل لها ستور في اللايبراري ولا على هتعمل هتحط الفيرتشوال ماشين على هوست. انا لو لايبراري انا كده كريت فيرتشوال، يعني جهزت فيرتشوال ماشين بس ما عملتلهاش ديبلاي. لا هنا هعمل لها ديبلاي فهعملها على هوست. اقول له نيكست. هيبتدي يعرض لي بقى الهوستات اللي عندي. انا اصلا ما عنديش الهوست واحد، ف هنا بيحاول يجمع معلومات عنه. هنا عندي اللي هو الهوست ريتم بتاع 4.5 اهو، وفي نتورك ماي كونكشن، والهوست اسم الهوست بتاع النيم، وهنا ديتيلز عليه هايبر في على الفيرشواليزيشن سوفت وير اب تو ديت. عليه ثلاث فيرشوال ماشين دي سي سيكول في ام ام، والاوبريتنج سيستم بتاعه نوعه كذا. ريتنج اكسبلينشن في يعني لو في توضيحات عشان خاطر الريتنج ده، لو مثلا لو ريتنج احمر او ريتنج 2 فهو بيقول لك هنا المشاكل اللي حاصله. ستورج انا في سان اريا نتورك، ما عنديش انا سان عشان يجيب لي اي تفصيلات عنها. هقول له لو جيت هنا على اكسبكتد يوتيلايزيشن فهيقول لي انا متوقع ان انا هعمل هستهلك 20% من السي بي يو، والديسك مش متوقع ان انا هستهلك منه. ده اللي هو اللود اللي هيعمله الفي ام اللي انا هنزله. هقول له كنسل. هقول له نيكست. فهو هنا هتحفظ اللي هي الكونفيجر سيتنج اللي هي بتاعت الهايبر في نفسه. انا خلاص انا دلوقتي اعتبر يعني انا دلوقتي هبعت المكنه للهوست عشان يتعامل ينزلها عنده. فمين اللي هينزلها لي عند الهوست؟ مفيش غير هايبر بي هو اللي بيقدر يتعامل مع الفيرتشوال ماشين. فانا كده بسلم المكنه، يعني قلت بقول للهايبر بي اعمل الكريت للمكنه بالكلام ده. فمين اللي هو يعني الطرف الاخير اللي بيتعامل مع المكنه اللي هو الهايبر بي؟ فهو الهايبر بي بيعين اصلا في المكان ده، يعني بيعين المكان بتاعه في البروجرام داتا مايكروسوفت ويندوز هايبر بي زي ما وريتكم الفيديو اللي فات. فهو بيقول لي انت خزن المكنه الجديده في المكان ده. اقول له اوكي. النتوركينج مفيش هنا حاجة، مش مجهز على النتوركينج. فيرتشوال هارد ديسك هيقول لي هكريت بلانك فيرتشوال هارد ديسك، هيقول لي هعينه لك في المكان ده وهسموه لك الاسم ده. اقول له اوكي ونكست.
سيلكت نتورك هو انا مش مجهز اي لوجيكال نتورك عندي، فسيبه كونكتد. طبعا لسه ما اتكلمناش على لوجيكال نتورك. الفيرتشوال نتورك احنا المره اللي فاتت لما كنت شغال معاكم على ال VMware كانت كريتت اوتوماتيك وكان اسمها لوكال اريا كونكشن، اخدت نفس الاسم اللي كان موجود على السيرفر. فانا النهارده عشان بس ظبطت اللي هو ده فيزيكال من اول وجديد، فالمكنه فسميتها عندي اكسترنال. فانا انتوا عندكم هتبان اللي هي لوكال اريا كونكشن، احنا انا هختارها عندي اكسترنال. هنبقى نتكلم بقى مع بعض بالتفصيل برضه عن فيرتشوال نتورك، بس احنا دلوقتي هنختارها يعني هي ديت الفيرتشوال نتورك اللي هتتربط بيها. فيلان احنا مش هنستخدم فيلان، هقول له نيكست. هنا هنحدد اللي هي الاوبشن اللي هي بتاعت ال في ام اوتوماتيك تيرن اون ولا لا، واللي هي لما هعمل شوت داون للهوست هي حالتها هتبقى شوت سيف ستيت ولا هتعملتها ايه. والاوبريتنج سيستم اللي انت هتنزله عليها يعني، بس هو مش هنزل الاوبريتنج سيستم، هو بس بيقول لنا اللي انت هتنزله عليها عشان يعني يعمل اعدادات مناسبه ليه للاوبريتنج سيستم ده. اقول نيكست، فبيقول لي هي دي الاعدادات اللي انا هنزلها لك. وستارت ذا فيرتشوال ماشين افتر دوبلينج ات، بعد ما اخلص اللي هو دوبلينج اعمل لك الستارت ليها. اقول له ماشي. والفيو سكريبت برضه لو انت عاوز تعمل سكريبت بالحكايه ديت، اقول له كريت. فهو هنا عندي بيعمل لي عمل لها اهي هي اوف حالتها دلوقتي. هو هنا ما جابليش حكايه الاوبجكت الجوب، ما جابهاليش، المفروض هيظهرها لي. فما عشان ما يظهرليش فانا بختار هنا من جوب. هتلاقي هنا بيعمل لي عمليه كريت فيرتشوال ماشين اهي. هو هنا حالة 71% عشان كده هي لسه اوف هنا. وقف عقبال ما يخلص ونرجع لبعض تاني ان شاء الله. هو هنا خلص اهو برضه كومبليتد ويز انفو. الورنينج اللي هو مش لاقي حاجة يعني مش لاقي بوت يبقى اوت من ال VNN. لو حتى هي هنا راننج اهي، لو جينا فتحنا الراننج قلنا لها كونكت هي خلاص هننزلها دبي وعملنا راننج. فهو هنا بيحاول يجيب دي اتش سي بي اللي هو حكاية الاكسكيوشن بوت اللي هي البيكسي بوت. فمعنى كده اللي هي يعني هو الرسالة هنا بيقول لك انا فتحتها بس مش لاقي حاجة بوت منها، مش لاقي مش لاقي انزل ويندوز ولا حتى هي معلهاش ويندوز افتحها على طول. بس الفكرة ان احنا قدرنا نعمل دوبلي للمكنة وعشان نقدر نستخدمها بعد كده. حط فيها اعمل لها تيرن اوف، اعمل له تيرن اوف. اوكي كده انا خلاص عملت دوبلي للمكنة وعملت لها تيرن اوف. ديت اللي هي الجوب اللي احنا خلصناها. فهنا البيانات اللي ظهرت لك لو مثلا كان هي انت هتحتاج عم تعمل ستارت لو انت عندك ايرور، فانت بتظبط حاجات على مثلا لو انت حاولت تعمل تنزل حاجه على الهوست وما عندكش مساحه، فانت بتفضي مساحه على الهوست وبعد كده تيجي على الايرور وتعمل ريستارت بدل ما تعمل الخطوات دي كلها من اول وجديد. اللي هي بتروح على بدل ما تيجي هنا على الفي ام وير وتقول له كريت فيرتشوال ماشين وتحدد الفيرتشوال ماشين، لا انت عندك الجوب كانت جاهزه قبل كده وبنفس البيانات، فانت بتقول له لا ريستارت على طول. لو جينا هنا عند ديتيلز هيبقى نفس الكلام. لو شنشن تراك مفيش شنج تراك عامله. لو رجعنا على الفي ام اند سيرفيسز وقلنا له في امز كده، فانا برضو حتى ممكن اقدر اعمل لها هنا لو جينا على الفي ام هنا مثلا ديت اقدر اعمل لها باور شوت داون لو هي شغاله، اقدر اعمل لها باور اون، اقدر اعمل لها باور اوف، بوز، ريزيوم اللي هي قلنا اللي هي سيف ستيت، ريسيت اللي هو زي الباور اوف بس هو بدأ ان هو باور اوف بيعمل لك شت داون على طول زي اللي انت بتدوس على شت داون لمده فبيعمل لك شت داون هارد شت داون. فانت هنا بتعمل ريسيت اللي هو بيرستر الجهاز، هنا سيف ستيت، هنا ديسكارد اللي هي سيف ستيت. لسه ما كلمناش على الستورج ولا المايجريت فيرتشوال ماشين اللي هو هنا مايجريت اللي هو رحلها لي على هوست تاني، فانا ما عنديش هوستات تاني عشان نشوف حكايه الفيرتشوال ماشين على الطبيعه. ستور ان لايبراري، هنقل الفيرتشوال ماشين عندها لايبراري. كريت تشيك بوينت اللي هي سناب تشيك بوينت اللي هنا المقصود بيها السناب شوت. لو انت عملت عاوز تعمل ريفريش المكان اللي هي ديت ساعات بنحتاج نعمل ريفريش، هنشوف المواقف ديت قدام.
install virtual guest services connect or view. انت هنا عندك اوبشن انت كونكت فيا كونسول او فيا ار دي بي. انا اصلا مش متعب. بس لازم يكون عن يعني في اوبريتنج سيستم عشان تقدر تعمل كونكشن على ار دي بي، ولازم يكون انت عامل انيبل اللي هي ميزه الار دي بي عشان تقدر تعمل لها كونكشن عليها اللي هي الويب ديسك توب. وهنا بيو نتوركنج بتشوف اللي هي استهلاك النتوركنج بتاعها. لو عملت له باور اون كده فهو انا اشوف الستاتيوس اهي اللي هي عملت فتحها لي وبقى كومبليتد. الاونر اللي هو امكسون ادمنستريتور. اليوزر رول انا الرول بتاعي ادمنستريتور. لو جينا هنا اللي هو الهوست هتلاقيها راننج. لو حبيت اعمل لها كونكشن من هنا هو هي هتبقى بطيئة علشان انا عامل كونكشن من جوه كونكشن. بس هو في الحقيقة اللي انت ممكن بيقول لي انذر يوزر از كونكتد اللي هو عشان انا هنا اصلا كونكتد على الهوست. فلو انا انت كملت اليوزر ده هيبقى هيحصل له ديسكونكت. هقول له يس فهو فتح لي هنا اللي هو كونسول لسه بيحاول يعمل كونكتنج للفي ام. هنا نجح هو يعمل الكونكت وهنا طلع من بره الهوست. هقول له اكزيت. هنا كأني بتعامل معاه. هي بقول لكم ساعات بتبقى بطيئة علشان اعمل كونكشن جوه كونكشن. هو في ناس يعني بيسطبوا ال VMM ده على كلاينت لوحده او اصلا زي ما انا هحطها شغال معاكم بعد الكورس. اللي انا بعمل مانج للكلاينت بفتح لهم كونسول من الهايبر في نفسه مش من ال VMM. فالمهم برضه حتى لما بتنزلها على هوست لوحده او على سيرفر لوحده يعني فيزيكال الحقيقي فالسرعة بتاعت الهاي كونسول بتبقى اسرع كده. او ممكن تديله ريسورسز اعلى عشان يقدر يعمل كونكشن اسرع كده. يعني تقريبا خلصنا كل الكلام اللي عاوزين نقوله النهارده على البي ام والهوست والكلام ده. المره الجايه هنبتدي في الفابريك يعني ان شاء الله. يعني هو المره الجايه هنتكلم على اللي هو الهوستز اكتر. المره الجايه هنتكلم على الهوستز من ناحيه اللي هو هنعمل نضيف. لو جينا بصينا هنا المره الجايه هنتكلم بقى عن الهوستز بشكل اكتر. لو وصلنا هنا اقول له كريت هايبر في ان كلاستر. فاحنا هنتكلم المره الجايه عن اللي هي الهايبر في كلاستر. هنتكلم عن اللي هو تعمل مانج للهوستز. هتقسم هتعمل سب جروب من الهوست والكلام ده. هنتكلم بقى عن الفابريك. هنتكلم عن السيرفرات هنا عن الابديت سيرفر عن البيكسي سيرفر. يلا كده يبقى خلصنا الفيديو بتاع النهارده. دي الريفرنس اللي انا استعنت بيها النهارده في الفيديو. كل الشكر ليهم. شكرا لكم على حسن المشاهده او مشاهده شكرا لكم على حسن المشاهده والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.